بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، نلتقي معاكم اليوم في مقرر فيزياء 3 فيز 219 للصف الثاني ثانوي المسار العلمي. درسنا اليوم هو الدرس الأول من الفصل السادس، وهو الفصل الأخير في المقرر. عنوان الدرس التداخل. طبعا أحب أنوه أعزائي الطلبة بأن احنا ذكرنا في أو تطرقنا سابقا في الفصول السابقة وفي الفصل الأول بالتحديد في درس سلوك الموجات إلى مفهوم التداخل وتداخل الموجات، وتطرقنا إلى أنواع التداخل من تداخل بناء وتداخل هدمي. فالمفروض أن احنا حين نربط هذه المفاهيم مع بعضها البعض، بس احنا في درس اليوم راح نتطرق إلى تداخل لموجات الضوء. نبتدي مع بعض. أهداف الدرس: الهدف الأول تفسير كيفية تكون نمط تداخل الضوء من خلال إسقاط الضوء على شقين، وهذه راح نتعرف عليه من خلال تجربة اللي قام فيها العالم الفيزيائي العالم يونغ. الهدف الثاني عندي حساب الأطوال الموجية للضوء من أنماط التداخل، بنشوف مع بعض قانون اللي راح نستخدمه وكيفية تطبيقه. نركز مع بعض أعزائي الطلبة، جهز الورقة وقلم الآلة الحاسبة، وضروري كتابك المدرسي لمقرر فيزياء 3 بحيث أنك تتابع ما سيتم تقديمه وعرضه في درس اليوم. نبتدي ويا بعض؟ يلا. تساؤل يطري على ذهننا: ماذا يحدث عندما يضاء سطح غشاء رقيق كغشاء فقاعة الصابون؟ ماذا يحدث عندما يضاء سطح غشاء رقيق كغشاء فقاعة الصابون؟ نفكر شوي أعزائي الطلبة. الإجابة: يحدث بأن جزء من موجات الضوء المنعكس عن السطح الخارجي لغشاء هذه الفقاعة سوف ينعكس، والجزء الآخر سوف ينفذ إلى وين؟ إلى داخل الغشاء، فينعكس عن السطح المقابل للغشاء. نلاحظ بأن هذه الموجات المنعكسة سوف تتداخل مسببة تداخل بنائي لبعض الأطوال الموجية، بينما تسبب تداخل هدمي للبعض الآخر. لاحظ أعزائي الطلبة، عندي نفس ما ذكرنا نوعين من التداخلات: التداخل البنائي والتداخل الهدمي. قبل التطرق إلى التجربة اللي ذكرنا راح نستعرضها في درس اليوم، عندي مفهوم الضوء المترابط أو الضوء المتزامن. ما هو الضوء المترابط؟ الضوء المترابط هو الضوء الناتج من مصدرين أو أكثر. نركز مع بعض عزيزي الطالب بأن الضوء المترابط هو ضوء ناتج من مصدرين أو أكثر. هاي الضوءان راح يشكلون التراكب، فيشكل عندي صدور لموجات منتظمة كما هو موضح في الشكل اللي أمامنا اللي هو صدور للموجات. كيف يمكن توليد صدور الموجات المنتظمة؟ لاحظ مع بعض، عندي هني في الشكل الأول أو شكل A عندي مصدر نقطي في هذه الشكل الأول، وهذه الشكل الثاني لاحظ بأن عندي مصادر نقطية. أما في الشكل الثاني نلاحظ كمثال عليها نفس هذه اللي هو صدور الموجات تكون مستقيمة كما في أشعة الليزر. كيف تحدث ظاهرة التداخل؟ تحدث ظاهرة التداخل عن طريق تراكب الموجات الضوئية الناتجة عن هذه المصادر الضوئية المترابطة. واضح أعزائي الطلبة؟ انتقل الآن إلى نفس ما ذكرت لكم اللي هو تجربة الشق المزدوج، أو كما تسمى بتجربة يونغ نسبة إلى العالم الفيزيائي اللي قام بهذه التجربة. نلاحظ مع بعض ماذا فعل هذا العالم. العالم الفيزيائي يونغ وجه ضوء مترابط، لاحظ عزيزي الطالب في شكل الأمام، كنا راح نشتغل على هذه الشكل اللي عندنا، عندي مصدر للضوء، فهذا المصدر هو عبارة عن ضوء مترابط أحادي اللون.
وجه هذه المصدر أو هذه الإضاءة على اللي هو عندي شقين. لاحظ هني الشق الأول S1، لاحظ معانا هني S1 وهني S2، شقين من كذي سموها تجربة الشق المزدوج في هذه اللي هو الحاجز. ماذا حدث عندما يتداخل الضوء المنبعث من الشقين؟ طبعا راح ينبعث عندي ضوء من الشق الأول وضوء من الشق الثاني، يحدث عملية تداخل لهذا الضوء، سوف يتولد عندي نمط تداخل مكون من حزم ضوئية. هذه الحزم الضوئية أسميها أهداب. لاحظ عزيزي الطالب بأن هذه الحزم عبارة عن شنو؟ نتيجة تداخل بناء وتداخل هدمي أو هدام، كما هو موضح في الشكل اللي أمامك. لاحظ هني الجزء المعتم الجزء المضيء، فكل المعتم دلالة بأنه هو تداخل هدمي والجزء المضيء بأن حدث تداخل بناء. طبعا نفس ما ذكرنا بأنه استخدم الضوء اللي هو أحادي اللون، وطبعا بما أنه هو أحادي اللون فهو عبارة عن له طول موجي واحد فقط. إنزين، هني عندنا كذلك رسم توضيح. نلاحظ وجود أعزائي الطلبة حزمة مضيئة مركزية. لاحظ المصطلحات اللي قاعد نستخدمها عزيزي الطالب، أو تسمى بالهدب المضيء، حزمة ضوئية مركزية أو هدب مضيء، كما أنتج على كل جانب حزم ضوئية أخرى تفصلها فراغات متساوية. لاحظ عزيزي الطالب بين كل هدب والآخر أو بين كل حزمة ضوئية مضيئة والأخرى عندي فراغات متساوية وعرضها يكون متساوي تقريبا. طبعا عندنا هدب مركزي اللي هو يكون عنده الإضاءة. لاحظ بأن إحنا كل ما نبتعد عن هذا الهدب المركزي ماذا يحدث لشدة الإضاءة؟ تتناقص، لأن أنا قاعد أبتعد عن الهدب المركزي المضيء. طبعا ذكرنا بأن في عندنا اللي هو بسبب التداخل الهدام في أهداب المعتمة، كما ذكرنا أعزائي الطلبة اللي هو الهدب المضيء أو الحزمة المضيئة المركزية. ننوه أن بأنها تتواجد في هذه اللي هو الجزئية، وكل ما أن أنا ابتعدت إلى الأعلى أو إلى الأسفل بيكون عندي الفراغات متساوية بين هذه الهدب. لاحظ هني في هاي الشكل وفي هذه الشكل، واضح عزيزي الطالب هذه اللي هو الهدب المركزي المضيء. انزين، لاحظ الاشكال اللي امامنا اعزائي الطلبه، الشكل الاول وفي الشكل الثاني. انزين، لاحظ بانه في الشكل الاول نفس ما ذكرنا بسبب التداخل الضوء الاحادي للطول الموجي الواحد اللي يمر من خلال هذه الشق المزدوج، قلنا بيكون عندي اهداب المضيئه والاهداب المعتمه تظهر هني على الشاشه كما هو موضح لك عزيزي الطالب. هني الهدب المعتم والهدب المضيء، وذكرنا بأن أنا عندي هني يكون الهدب المركزي المضيء. لاحظ في الشكل الآخر أخذنا اللي هو تحليل لهدبة مضيئة أولى. المسافة عزيزي الطالب بين الشقين، لاحظ في الشكل الأمامك عندي الشق الأول والشق الثاني S1 و S2، المسافة بينهم أسميها، ضروري نركز على هذه الجزئية عزيزي الطالب، أسميها D. إنزين، المسافة أعزائي الطالبة بين الشقين برمز لها بالرمز D. لاحظ عزيزي الطالب بأن المسافة بين الشقين وبين الشاشة أو اللي هي نسميها سكرين أرمز لها بالرمز L، وهذه المسافة اللي هي L تكون أكبر 10^5 مرة من المسافة بين الشقين اللي هي D. واضح أعزائي الطلبة؟ إنزين، نريد الآن أن نقيس الطول الموجي للضوء المستخدم في هذه التجربة، والطول الموجي طبعاً أرمز له بالرمز لمدة.
فعندي هذا القانون العلاقة المعطاة اللي أمامنا بأن لمدا وهي الطول الموجي. اكتب معي عزيزي الطالب العلاقة التالية: لمدا الطول الموجي تساوي إكس. إكس هي ماذا؟ هي المسافة بين الهدب المركزي المضيء والهدب الهدبة المضيئة الأولى، ودي ذكرنا بأنها هي المسافة بين الشقين S1 و S2 مقسوما على L، وذكرنا بأن L هي بعد اللي هو عن البعد عن الشاشة. لاحظ عزيزي الطالب اللي هو العلاقة اللي أمامك، هذه العلاقة مهمة جدا وراح نستخدمها ونطبقها إن شاء الله في حال المسائل. لاحظ عزيزي الطالب بأن كذلك اللي هو التداخل البنائي من الشقين يحدث عند الموقع XM على جانبي الهدب المركزي. ممكن أستخدم هذه المعادلة، لاحظ هي نفسها ولكن أنا ضفت M. طبعا الM هني أنا أبي أنوه بأن إذا ذكرت اللي هو الرقم اللي أمامي 1 أو 2 فيعني هو هدب الرتبة الأولى أو الرتبة أو الهدب الثاني وهكذا. الآن نريد أن نطبق ونحل تمرين على ما تم ذكره. نجهز نفس ما قلنا الورقة والقلم عشان نحل المسألة. لاحظ السؤال اللي أمامك عزيزي الطالب: في تجربة شق مزدوج استخدم طلاب الفيزياء أشعة ليزر طولها الموجي 632.8 نانومتر، حيث وضع أحد الطلاب الشاشة على بعد متر من الشقين. وجد بأن المسافة بين الحزمة المضيئة الأولى، طبعا الحزمة المضيئة الأولى اللي هي الهدب الأول، والحزمة المركزية المضيئة هي 65.5 ملي متر. احسب المسافة الفاصلة بين الشقين. طبعا أعزائي الطلبة مثل ما تعودنا دائما في حل المسائل أستخرج المعطيات، أقرأ طبعا أول شيء أقرأ المسألة عدل، أقرأها مرة مرتين أشوف وين المعطى في السؤال، ماذا يريد مني في هذا السؤال اللي هو المجهول، وأشوف القانون أو المعادلة اللي مفروض أستخدمها في الحل وفي التطبيق. يلا أعطيكم وقت عشان تفكرون في الحل. هذه الإجابة أمامنا. طبعاً عندي الطول الموجي معطى في السؤال، أنبه بأن أنا أحول الوحدة من الوحدة اللي عندي في السؤال. لاحظ عزيزي الطالب ذكر لي بأن الطول الموجي اللي هو لمدا يساوي 632.8 نانومتر، فأنا بحولها إلى المتر، وكذلك عندي اللي هي الوحدة للمسافة بين الحزمة المضيئة الأولى والحزمة المركزية بالمليمتر بحولها إلى متر. تعويض مباشر بالقانون اللي هو لمدا تساوي إكس في دي على الأل. تعويض مباشر، أنا أحتاج في المسألة الدي المجهول الدي، فبيطلع عندي 9.6 × 10^6 متر. أتمنى أعزائي الطلبة أن حليتوها وظهرت لكم الإجابة صحيحة كما هو موضح أمامكم. هكذا أعزائي الطلبة انتهينا من درس اليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من ما تم عرضه وتقديمه. كل الشكر لكم.